لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في تركيا وسوريا على المساعي تثمر في العثور على المزيد من الناجين، علماً أنه ومع مرور الوقت تتضاءل الآمال أن يبقى العالقون تحت الأنقاض على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية كبرودة الطقس وانعدام الإمدادات الغذائية وانقطاع الأكسجين. ولحد 14 يوم في نلاقوا ناس تحت الأنقاض يقدروا ينقذون. هلا في ناس أكثر بهايتي وصل ل 21 يوم، فهيدي الاكسبسيون. الانسان العادي بعد 4-5 ايام اذا ما عنده وسيله لياخذ مي ببلش ينشف جسمه، حتى اذا ما في اكل المي والهواء هن اهم من الاكل. اكيد بعد فتره صغيره بيصير الاكل كثير مهم، وعلى شرط كمان ما يكونوا مصابين بدون ما يكون في عندهم كسوره مهمه اما ضربات مهمه بجسمهم، واكيد صحتهم منيحه بالبدايه. الاستغراب الاكبر كان لناحيه تمكن الاطفال من الصمود في الظروف هذه. وقت يكون الطقس مسقع والجسم ضغطه واطي ومنشف، الميتابوليست تبع جسم بيبطا. هلا انا ما بعتقد الاطفال انه بيضاين جسمهم اكثر، بس الاطفال اليوم هودي كلهم عيال ببيوتهم، وقت بلش الهزه اكيد اهلهم ركضوا صوبهم هلعوا صوبهم وغمرون وغطون. الضربه القاضيه الولد اللي بتجي على راسه بحيث راسه اضعف من راس الانسان الكبير، بقى اذا اهلهم غمرون وغطون فيهم يحمون بهالموضوع هيدا، جسمهم صغير الاولاد، دونك اذا في جيوف صغيره بهالهباط هيدا فيهم يكونوا مخبيين فيهم ويقدروا يعيشوا فيهم. الصغار عمرهم سنه سنتين ثلاثه اذا ما شربوا بنشف جسمهم بسرعه كثير، يروح بغيبوبه بعد يوم يومين اذا ما شرب. الاولاد الاكبر شوي بضاينوا اكثر. لم يموتوا جراء الزلزال، إلا أن البقاء تحت الأنقاض قد ينهي حياتهم. الاتكال يبقى على العناية الإلهية كي تكون مع الماكثين تحت الركام، فالأمل موجود، إذ أنه في حادثة مماثلة عام 2010 في هايتي تمكن إيفانز مونسنياك من النجاة بعدما يقارب الأربعة أسابيع تحت الأنقاض.